ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا بغير تمييز بين سلفي وإخواني وعامي يسير في الطريق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وأنا أشكر رئيس الحزب ونائب الحزب أيضا نائب رئيس الحزب لاهتمامهما بالتنبيه على أن حزب الأصالة حزب أولا متعاون مع التيار الإسلامي كله يمد يده للجميع، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالائتلاف والاجتماع يحتاج إلى صبر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصابرين. لابد أن تظل يدك ممدودة إلى إخوانك حتى إلى من قبض يده، امدد يدك وأد ما عليك في هذا المقام الخطر، فإن التمكين في الدنيا لن يتأتى إلا بهذا. أنت تعرف مقام الصلاة ومقام الزكاة الصدقة ومقام الصيام. تصور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي التي تحلق الدين، التي تحلق الدين. فهذا أمر مهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وتذكر هذا المثال الذي يردده الكتاب دائما: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا مثال يتشدق به الجميع، لكنه ليس مطبقا في الواقع العملي. الذي يظن في نفسه قوة ويستعين بغير الله عز وجل ويظن أنه سيستطيع أن يحقق نصرا ما، فهذا إنسان واهم أسلمه الله عز وجل إلى شيطانه والعياذ بالله. بل لا بد أن يعتصم الجميع كما أمروا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نقطة أخرى نبه عليها السيد نائب رئيس الحزب، وهي أن الحزب يضع أو يمد يده لسائر الأحزاب العاملة في الساحة، لأنه يراد الآن أن يحدث استقطاب في الشعب، في البلد، في المجتمع، التيار الإسلامي والتيار غير الإسلامي. ونحن وهذا طبعا الاستقطاب سيستخدم في ضرب التيار الإسلامي. فأنت ينبغي أن تكون ذكيا وأن تكون نبيها وأن تفوت الفرصة وأن تتحالف مع الجميع في سبيل الحفاظ على الثورة ومكتسباتها. هذه الثورة لها مكتسبات، من هذه المكتسبات هذا الاجتماع الذي نجلس فيه الآن. ما كان إنسان منا يستطيع أن يتنفس، ولكن أنعم الله عز وجل علينا بالحرية. وهناك من يريد أن يسحب منا منجزات الثورة، فينبغي علينا
أن نتحد جميعا للحفاظ على مكتسبات الثورة. وأذكر في هذا بحلف الفضول، حلف الفضول، حلف تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ذكر أن ناسا من أهل الشرك بمكة اجتمعوا فيما بينهم وغمسوا أيديهم في الطيب وتعهدوا على نصرة المظلوم. يبقى هذا تعاون على البر والتقوى أم لا؟ تعهدوا على نصرة المظلوم. قال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إليه لأجبت، لو دعيت إليه لأجبت، لو دعيت. دعي مبني للمجهول، من الذي سيدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بتأسيس هذا الحلف. إذن هناك أمور لا خلاف عليها بين الجميع، فلا مانع أن تضع يدك في يد كل مصري للحفاظ على منجزات الثورة، ثم أن نسعى جاهدين في تطبيق شريعة ربنا عز وجل. ولن نستطيع هذا إلا إن كنا إخوانا يدا واحدة. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة، لقد صار الوقت متأخرا، وأريد أن أختم كلامي بالتذكير بنعمة عظيمة أعظم من نعمة الثورة. هذه النعمة هي نعمة الثبات على الحق. نحن اجتزنا 30 سنة فتحت فيها أبواب السجون وأقيمت المسالخ للتيار الإسلامي، أقيمت لنا المسالخ. تصور أن يركب التيار الكهربائي في أماكن حساسة من جسدك، تصور أن يثقب كعب رجلك بالشنيور. أناس أشبه بالبشر ولكنهم ليسوا من البشر، ليس عندهم من الرحمة ذرة والعياذ بالله، ومع ذلك ثبتنا الله جميعا على الحق حتى اجتزنا هذه المرحلة. ولا تظنن أن هذا الثبات كان بقوتك وعضلاتك، لا، التثبيت من الله عز وجل. تذكر قوله تعالى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فسأل الله عز وجل دائما الثبات. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. أولها إيه؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، إلى آخر الحديث. فينبغي علينا دائما أن ندعو الله عز وجل بأن يثبتنا وألا يزيغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولنتذكر دائما قاعدة الأخذ بالأسباب دون الركون إليها. قال الشاعر أحمد شوقي رحمه الله: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ومن قبل ذلك قال الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فمن القوة التي ينبغي